من 10 15 يوم في واحدة دخلت كلمتني، الخفافة والظرافة والدم الخفيف وكلتية وشربتية وطلعت ميتة وصحيت ميتة ونمت ميتي واخر اهتمام واخر دلع. المهم جات اعترفت لي انه هي معجبة بي وما تحبني ومتابعاني ومسيفة كل الصور بتاعتي عنديه، واكتر صور ما تحبها لي الصور بتعجوني. والمهم الكلام ده كله، فانا قلت يعني قلت اشوفها، يعني برضو دمها خفيف هي وبتاع، قلت اشوفها كم سنة مثلا تنفع ما تنفعش الكلام ده كله. قلت لها انت كم سنة؟ قالت لي انا 9. فانا ما صدقتش عيني، يعني انا قلت الشات علق الكيبورد عندها ملخبط، قلت يعني قلت 19 29 39 وبرضه كلها ارقام حلوه. قالت لي لا انا 9 وكل المشكله اللي بتواجهني ان انا خايفه اختي الكبيره تشوف صوره وتخطفك مني. بيني وبينكم انا حسيت بشموخ، اللي هو يا انت تتخطف، يعني انت تتخطف. طب قلت يعني الامل في اختها الكبيره هتخطفني، اختك كام سنه؟ طيب قالت لي انا اختي 13 سنه. طب انا فتحت حضانه يا جماعه غلط،